بسم الله. هلو ايفري ون، حبايب قلبي، بريب 1، ليتس كونتينيو. خلصنا 4 يونتس، 4 وحدات. تعالوا كده نشوف ده ملف اسئله للوحده الثالثه والرابعه، يونتس 3 اند 4. تعالوا نجاوب مع بعض كده، نشوف المحادثه الاولى بتقول: سمير از اسكين علي اباوت هيز فيفريت هوبيز. بيسالوا عن ايه يا شباب؟ عن هوايته المفضلة. هوايته المفضلة. طيب أنا عايزكم تاخدوا بالكم معايا في حاجة، بالله عليك. في حاجة عايز أعرفها لكم، إن مثلا لو كان جاي لنا إجابة بتقول ماي فيفريت هوبي إز، ماي فيفريت هوبي إز ريدينج، هوايتي المفضلة هي القراءة، أو I like reading. فطبيعي السؤال هيبقى إيه يا شباب؟ What's your favorite hobby? What's your favorite hobby? What's your favorite hobby? ممكن أجاوب عليها ب My favorite hobby is أو I like، وبعدين الهواية. طيب لما يقول لي بقى مثلا my favorite hobbies are diving، الغطس، and swimming، والسباحة. يبقى السؤال هيكون ايه يا شباب؟ What's your favorite hobby? أكتر غلطة بشوفها في النقطة دي إن كله متعود على What's your favorite hobby، فبلاقيهم هنا بيقولوا What's your favorite hobbies. فطبعا تبقى What are؟ طبعا لازم What are your favorite hobbies، What are your favorite hobbies، لأن إحنا بنتكلم عن جمع. يبقى اذا واتس يور فيفرت هوبي، دي ما هي هوايتك المفضله، وبعدين هنجاوب عليها. وبعدين سؤال اجابته اي بلاي ات ان ذا كلاب، بلعبها في النادي، تبقى رياضه. وبعدين اي جو ذير باي باس، بروح بالباص. يبقى بتروح ازاي؟ هو دو يو بلاي ات وذ، بتلعبها مع مين؟ دو يو هاف اني اذر هوبيز، هل عندك هوايات ثانيه؟ طيب هاخد اول حد رغد. واتس يور فيفرت هوبي؟ My favorite hobby is reading. ما ينفعش. ليه بقى؟ لأن احنا لما كملنا القراءة هنا قال I play it in the club، بلعبها في النادي، يبقى لازم نقول رياضة. Swimming. يبقى ناخد بالنا بقى يا شباب ان احنا لازم نقرا الدايلوج كلها. شفت ليه؟ لان انا ممكن اغلط هنا واقول مثلا ماي فيفرت هوبي از ريدنج، مش هتنفع في المحادثه هنا. ماي فيفرت هوبي از سويمنج، ماي فيفرت هوبي از فوتبول. اوكي، فخلينا نقول ان حاجه فيها كوره فوتبول مثلا، بلاش سويمنج. ليه؟ لان سويمنج ما بنقولش عليها بلاي، بنقول جو سويمنج. الرياضات اللي فيها اي ان جي زي سويمنج ودايفنج وسنوركلينج بنقول معاها جو، لكن الرياضات اللي فيها كوره بنقول معاها بلاي، الرياضات العنيفه بنقول معاها دو. يبقى هنا ماي فيفرت هوبي از فوتبول. طب الاجابه يا رغد بتقول اي بلاي ات ان ذا كلاب، بلعبها في النادي. يبقى السؤال ايه؟ When you ايه؟ play it. هتسألي بإيه يا رغد؟ Where you play it. Where، طالما الفعل في المصدر هنا يبقى do. أيوه you play it. Where do you play it؟ بتلعبها فين؟ I play it in the club. وبعدين I go there by bus. ها، طالما What؟ by bus دي يبقى نقول كيف تذهب؟ How؟ How؟ How do you أيوه do you go there؟ go to How do you go there؟ كيف تذهب هناك؟
باي باص بالاتوبيس. هو دو يو بلاي ات ويز، بتلعبها مع مين؟ I played اي it بلاي ات was my friend with my my friends، friend اصدقائي. اخر حاجه، do you have any other hobbies؟ Yes, I do. Yes, I do. برافو عليكي. Thank you. Modern technology is very important. التكنولوجيا الحديثة مهمة جدا. It has a lot of forms. Forms يعني ايه يا شباب؟ أشكال أو صور. يعني ليها أشكال كتيرة التكنولوجيا الجديدة دي. زي ايه؟ Like computers, laptops, tablets and the internet. Technology makes our life easy. بتجعل حياتنا أسهل. We can't stop using it. ما نقدرش نبطل نستخدمها. But we should use it. It بتعود على مين هنا؟ التكنولوجي Use it in a good way. نستخدمها بشكل جيد. To stay safe online, you should follow some important instructions. First, keep your password secret. You shouldn't tell people your personal information. EGD اللي هي for example، على سبيل المثال، telephone number. Don't make friends with people you don't know online. Don't send photos to people you don't know. You shouldn't answer a phone call or video call from someone you don't know. If you are in trouble, tell a parent or a teacher. أخذ محمد أحمد يقول لي you should keep your يلا حمو محمد أحمد طيب محمد إيهاب You should keep your password password secret. برافو secure. عليك. رقية، your telephone number is Personal information, معلومات personal شخصية. information، من معلوماتك الشخصية. برافو عليك يا عمر. modern technology makes our life عمر Easy يا مستر easy. برافو يا عمر. أحمد، what should you do when you are in trouble online؟ السؤال ده معناه ايه يا احمد؟ ماذا يجب ان تفعل when you are in trouble online؟ لما تبقى في مشكلة online وانت على الانترنت، المفروض اعمل ايه؟ أنا مستر انا قلت احمد، مش عارف فين احمد. call your parents if you are in trouble tell a parent or a teacher. يبقى هنا قال لي بتعمل ماذا يجب ان تفعل، يبقى هقول له I should tell a parent، يعني اقول لاحد الوالدين، or a teacher او معلم. Thank you أحمد. طيب نشوف إياد. Why should you follow these instructions online؟ لماذا يجب أن تتبع هذه التعليمات عبر الإنترنت يا إياد؟ إياد to be safe to to be keep safe safe. برافو عليك. لكي أبقى آمنا. To keep safe online. سلمى ساهر، what does it refer to؟ انت جميل فكرة يا مستر. احنا قلنا technology refers to technology. اسألك سؤال تاني، قولي بقى I have much homework I don't have. طيب I have much homework I don't have. Busy time. Free. I have much homework، عندي homework كتير. I don't have free time، ما عنديش وقت فاضي. نادين نمبر 2 يا نادين، you should pay your school day. يلا يا نادين اسرع شويه يا جماعه عشان نقدر نحل اسئله كتير. You should ها A B C D.
You should organize your school day. يجب أن ترتب أو تنظم يومك الدراسي. حذيفة. Number three. Okay, mister. It is important to take regular exercise. لك أحلى حذيفة. It's important to take regular exercise. من المهم أن أنت تاخد تدريب منتظم. برافو حبيبي. عبد الله. I learned new to be successful at work. Okay, Mr. Aylin, I learned new skills. برافو عليك أحلى عبد الله. بتعلم مهارات جديدة. Skills مهارات. To be successful at work. لكي أكون ناجحا في العمل. كلمة skulls. Skull يعني الجمجمة. Silk يعني حرير. Sails اللي هي الشراعات بتاعت السفن. اتفضل يا عمرو. I like it. I like. I enjoy walking across trees and flowers. I like nature. حبيبي يا عمرو. برافو عليك. نرجع تاني لمحمد إيهاب. قول لي يا عمو. I write a to help me think about what I have done. Complain, poem, film, journal. احنا خدنا حاجة واحدة بس. رايت ايه؟ رايت ايه من دول حتى ما افتكرتهاش كده؟ يعني قول رايت ا كومبلين، رايت ا بوم، رايت ا فيلم، رايت ا جورنال. ايه اللي عدت عليك يا محمد قبل كده؟ رايت جورنال. يا حبيبي رايت ا جورنال يعني بكتب يومياتي علشان افتكر ايه اللي انا عملته بالظبط. تفضل يا حذيفة. They are not full. full يا شباب بتيجي بمعنى مليان وبتيجي بمعنى شبعان. هنا they are not full يعني هم مش شبعانين. يبقى they feel ايه يا حذيفة؟ hungry. برافو عليك. عبد الله. We choose some fast food from the A in the restaurant. عبد الله. From a menu. From the menu. برافو عليك. بنختار الأكل من menu من القائمة. محمد أحمد موجود؟ يلا حمو. They spend much time. محمد أحمد. حاضر يا مستر. playing. ايوه برافو عليك. بص يا حبايب قلبي الفعل spend بيجي بمعنيين اتنين. spend time و spend money. spend time يعني ايه؟ يعني يقضي وقتا. و spend money يعني ينفق مالا. سواء spend time أو spend money لما بيجي بعدهم verb تاني لازم بنحط له ing. يعني مثلا ممكن أقول إيه؟ عمر spent 2 hours. يعني إيه عمر spent 2 hours؟ يعني عمر قضى ساعتين playing video games. بيلعب video games. ليه قلنا playing؟ لأن احنا قلنا spend الفعل اللي بعده لازم يجي فيه ing. spend money ممكن يجي معاها on الأول. يعني مثلا ممكن أقول إن سلمى spends a lot of money. بتصرف فلوس كتير on. ممكن يجي بعدها اسم أو فعل متضاف له ing بقى. on buying clothes. يبقى دي معناها ان سلمى بتصرف فلوس كتير جدا on buying clothes على شراء الملابس. يبقى الفعل spend لازم بعده ing زي ما شفنا كده. شكرا يا محمد احمد. اتفضل يا عمر. I enjoy going for a in the desert. For walks. Going for walks زي عمر ما قال. هي اصلا اسمها go
فور ووك، يعني يذهب لجولة تمشية. في الجامع بقى go for walks، يذهب لجولات تمشية. تفضل يا أحمد. they are تفضل يا أحمد. baking. برافو عليك يا حبيبي. they are making some food for the hungry people، بيعملوا بعض الأكل للجوعى. رقية. There some food for the hungry people. لا احنا هنا في my uncle works as he cooks delicious recipes. chef yes chef، لان هنا he cooks delicious recipes، يعني بيطبخ وصفات لذيذة. طبعا احنا كلنا عارفين dentist اللي هو طبيب الاسنان. الكلمة الثانية دي anoculist، يعني طبيب عيون، وscribe يعني كاتب. رغد، انتونيم لريجولر. يعني ايه ريجولر الاول يا رغد؟ منتظم، اورجنايز. اوبوزيت اوبوزيت ان ريجولر، انتونيم اورجنايز. برافو عليكي مستر انتونيم. قولي يا رغد نمبر 14. I prefer swimming in the pool. بول، not in بفضل السباحة في حمام السباحة. not in a sea، مش في البحر. نادين. I learn to help people in my community. fine. أنا بتعلم الطيران عشان أساعد الناس في المجتمع. no. first aid. يعني إيه first aid بقى يا نادين؟ ال مساعدة ال انت عايزه تذاكري الإسعافات شويه يا نادين. الأولية. الإسعافات الأولية. الاسعافات الاوليه. روبري يعني السرقه، وفلاينج الطيران، وفيشينج الصيد. سلمى. My father knows much about buildings. ماي سوري يا بس. knows much يعني بيعرف حاجات كتيره، يبقى ده اكسبيرت، خبير. an expert. عبد الله. the school A is responsible for the school. حذيفة. okay. لا عبد الله صحيح، معلش. the school responsible for the school يعني مسؤول عن المدرسة. يا عبد الله برنسبل اللي هو مدير المدرسة. يا عبد الله برنسبل مدير المدرسة. درايفر السائق أكيد مش هيبقى مسؤول عن المدرسة، ولا كانتين المكان اللي بناكل فيه في المدرسة، ولا نيرس الممرض. هو برنسبل مدير المدرسة. عمرو وسيم. he works a to reach his goal. he works hard. طب معناه ايه to reach his goal دي؟ عشان يسجل جول. لكي يصل إلى هدفه. reach يعني يصل، to reach his goal يعني لكي يصل إلى هدفه. يبقى he works hard، هو يعمل بجد to reach his goal، لكي يصل إلى هدفه. محمد أحمد. what is the A like؟ والإجابة it's very cold. مش رقم 4. اه يا حبيبي. ويذر. What is the weather ويذر. like؟ الجو عامل ايه؟ It's very cold. طبعا feather يعني ريش، ريشه، والليذر اللي هو الجلد. mother الام. تعالوا نشوف عمر هيقول لنا she put the beads onto some a to make a bracelet. string. string. برافو عليك يا عمر. هو بيقول هي وضعت the beads اللي هي الخرز onto some string، على شوية بعض الخيط، to make a bracelet عشان تعمل اسورة. اياد. what are the A of cupcakes؟ what ingredients. برافو. what are the ingredients of cupcakes؟ ما هي مقادير الكب كيكس.
دكتورة ساندي، تأخر عليها سوسو. معلش يا مستر، ما كنتش منتبه لللينك. ماشي يا حبيبتي، يلا. We bought some lemonade at the school بازار. bazaar. قولي لي اللي بعديها كمان. This cake is my mom made it for me. Homemade. Homemade. برافو، الكيك دي homemade، مصنوعة في البيت. أحمد، he decided to get a new car. أحمد، باس باس بايس. يا حبيبي احنا عندنا باينج وبايز وبوت وباي. بوث. تو بيجي بعدها ايه يا حماده؟ المصدر يا حبيبي. ديسايدد تو، قرر ان، ويجي بعدها المصدر، يبقى هي ديسايدد تو باي. محمد ايهاب، ذا تشيلدرن ويل تو تشوز ذا هيد اوف ذا كلاس. ذا هيد اوف ذا كلاس يعني رائد الفصل. يعني الطلبة هيعيطوا عشان يختاروا رائد الفصل، هينتخب، هيصوتوا، هيعملوا تصويت عشان رائد الفصل. فين بقى معنى يصوت؟ يصوت يعني فوت. 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 cry يعني يبكي، وداي يعني يموت، وفلاي يطير. فوت يعني يصوت. رغد، I don't agree with her opinion. معنى ايه I don't agree with her opinion يا رغد؟ انا مش موافق على ارائه. انا مش موافقة على رأيها. I disagree. برافو حبيبتي، I disagree يعني لا اتفق. سلمى ساهر، mean pairs of numbers used to find the location of something. سلمى، رقية، قولي بعد سلمى عشان سلمى فتحت اهي. mean pairs of numbers used to find the location for something. الكوردينيت. Coordinates. ايوه برافو يا سلمى. الاحداثيات هي عباره عن pairs of numbers، ازواج من الارقام، used to find the location، بتستخدم لايجاد المكان of something اللي فيه الشيء. عمرو وسيم، بعد رقيه، رقيه الاول. is a game which we play to find something that has been hidden. treasure hunt، البحث عن الكنز. ايوه اللي هو اصطياد الكنز، هو لعبه بنلعبها عشان نلاقي حاجه متخبيه. اتفضل يا عم. means not cool، very interested in a particular thing. جيكي. جيكي. ايوه معناه ان هو شخص مش لطيف، بيبقى مركز في حاجه واحده بس. برافو عليك يا عم. عبد الله، a hidden box with small interesting things in for to find means. جيوكاش. جيوكاش اللي هي الخبيئة، الحاجة اللي مخبيينها، عبارة عن صندوق كده بيبقى فيه حاجات محطوطة فيه عشان الناس تدور عليها وتلاقيها. حذيفة، A written record of events means logbook. logbook. برافو عليك. بيقول لي written record يعني تسجيل مكتوب للأحداث، معناه logbook. تفضل يا عمر. or information that helps you solve a problem or find something. clues. clues. برافو عليك. تبقى معلومات بتساعدك ان انت تحل مشكلة او تلاقي حاجة متخبية. ممتاز يا عمر، انا مبسوط منك جدا. اتفضل يا محمد ايهاب. geocaching is a special sort of indoor
outdoor. صح، outdoor treasure hunt يعني اصطياد الكنوز في الخارج. أحمد، geocaching is difficult. It could be a real. أحمد، challenge. برافو عليك. Real challenge يعني تحدي حقيقي. Yet we share ideas and give each other tips to aid our work. Improve. برافو عليك يا إيه. بيقول بنتشارك الأفكار and give each other tips وبنعطي بعضنا نصائح to improve our work لنحسن شغلنا. Damage يعني destroy يعني يدمر. Fail يعني يفشل. رقية، who is a the car؟ Parking the car. ليه قلت parking؟ عشان في is في الفيرب اللي بعدها نضيف له ing. برافو عليكي. am is are بيدوا ing للفيرب. اتفضلي يا ساندي. she how to use the internet now؟ is learning. ليه قلت is learning؟ عشان لازم يكون بعد she is. ما هو برضه she ينفع نجيب بعدها learns الفعل اللي فيه s. اشمعنى is learning هي صح؟ بس ليه بقى؟ عشان كلمة now. عشان كلمة new. كلمة now دي بتخلينا نستخدم المضارع المستمر، لكن في هي learn دي ما تنفعش خالص مع شيء، ولearned تنفع بس لو في الماضي، واحنا هنا مش في الماضي، لكن في المضارع ينفع she learns وينفع she is learning، بس she learns دي بنقولها لما نكون بنتكلم عن عادة، يعني هي متعودة تعمل الحاجة. يبقى لما نلاقي كلمة ناو بنستخدم مضارع مستمر زي ما ساندي عملت كده. برافو يا ساندي. اتفضلي يا رغد. why they feeling tired؟ are. ليه are؟ عشان هنا عندنا ال verb plus ing وزي بتاخد are. برافو عليكي. اتفضلي يا عمرو. number four. what are the children؟ What are the children doing? Does doing doing ليه doing يا عم؟ عشان are. عشان are. برافو عليك. يلا يا محمد إيهاب. the pupils التلاميذ are always always nails in the classes b in the class. حمادة، كلمة ايه دي يا حمادة؟ ار يبقى ماكس. يا حبيب قلبي، يا حبيبي، يا محترم. ام از ار بيدوا الفعل اي ان جي. لو شفت ام حط اي ان جي، از حط اي ان جي، ار حط اي ان جي، يبقى ذا بيبلز ار اولويز ايه يا حمادة؟ ميكينج. اتفضلي يا رقية. she is cooking and washing. washing. برافو عليكي. هنا عامله زي العربي في حته المعطوف على المرفوع مرفوع، والمعطوف على المنصوب منصوب، زي كده. هنا cooking يبقى and washing. محمد احمد. I am Aswan next week. I have arranged everything. محمد احمد. visiting. ليه visiting يا محمد؟ عشان am is are بيدوا الفعل ing. ساندي، you writing an email. يلا يا ساندي. ساندي okay, اتفضلي. ار برافو عليك. ليه ار؟ عشان يو، عشان الفعل فيه اي ان جي اول حاجه، وعلشان يو هي اللي تاخد ار. طالما الفعل فيه اي ان جي يبقى عايز ام از ار، المناسبه ليو هي ار. برافو عليكي. اياد، ار ذي كوكينج؟
إيه؟ Are they cooking now? Now عشان المضارع المستمر أحمد the weather is hotter. أحمد getting ليه getting يا أحمد؟ عشان is علشان is. برافو عليك. am is are I ing للفيرب على طول وانت مغمض. قول يا محمد إيهاب كده I have a journal and I write in ايزي يا بس I have a journal انا عندي دفتر يوميات and I write in it وانا بكتب فيه every night كل ليلة. رغد I home from school right now. I am walking. برافو عليكي. ليه قلتي I am walking؟ عشان عندنا now هتحتاج am is are plus ing وهنا برافو عليك يا أحلى رغد في الدنيا. تفضل يا عمر. they take regular exercise and play tennis their time is three times a week. they they اللي بتبدأ الجملة هي الفاعل they take regular exercise. نادين وائل not answer his phone. is he with you? don't answer. وائل هنقول بقى النفي don't answer ولا doesn't answer؟ doesn't answer his phone. مش بيرد على تليفونه. is he with you؟ هل هو معاك؟ عبد الله. حنان gets ready for the party now. Are ايه؟ Are نمبر 5 علي صوتك يا عبد الله. حنان ايه؟ Are حنان ار ما عبد الله ما تقفلش في ثانيه كده خليك معايا عشان اسمعك يا عبد الله كويس. حنان ايه يا حبيبي؟ Is getting. ايوه حنان مفرد تبقى is. والفعل الجاد بعد از هنعمل له دوبليكيشن للتي ونحط اي ان جي عشان احنا ناو. حذيفه سمير نيدز تو بلان هيز فري تايم. بنتكلم عن سمير يبقى هنقول ايه هنا؟ هي هي. برافو عليك. قولي يا نادين تاني وات ار يو doing. doing ليه بقى يا نادين؟ عشان are. برافو عليكي. ايوه كده. عمر do you want to come for a walk with me؟ me حب تيجي جولة تمشية معايا. برافو عليك يا عمر. سلمى ساهر is the girl reading؟ is the girl reading now. now. برافو يا سوسو. تفضل يا اياد. What is سحر؟ snoozing. طب قول يا what is سحر using؟ using هعمل ايه في يوز دي يا اياد؟ هنحط لها ing زي ما هي كده يعني؟ هنحط لها ing يعني زي ما هي مش هحذف الاي مثلا؟ اعزف الاي remove e لازم احذف ال e الاول وبعدين احط ال i n g. رقيه solar arrays are used to make electricity using the sun. solar panels ألواح الطاقة الشمسية. برافو عليكي. solar panels ألواح الطاقة الشمسية are used to make electricity بتستخدم لتوليد الكهرباء using the sun باستخدام الشمس. اتفضلي يا ساندي. The earth is our, we should care for it. Planet. Which planet? One, A, B, C, D. D. D, planet, الكوكب. ما نتلخبطش مع plant, نبات, وplane, طائرة, وplan, خطة. أحمد, we should, the earth's problems.
أعمل؟ increase. يجب أن نزود مشاكل الأرض، ده اللي أنت قلته. fix. fix. يجب أن نصلح مشكلات الأرض أو نحل مشكلات الأرض، لكن increase يعني يزيد، يزود، وعكسها decrease يعني يقلل. increase يزود، increase وdecrease يقلل. سلمى، the mobile is the most important. ثانية بس. invention. برافو عليكي، invention. وما نتلخبطش مع invitation يعني دعوة أو عزومة. invention اختراع، discovery اكتشاف، fiction يعني خيال. محمد أحمد. solar power. solar power airplanes، الطائرات اللي بتعمل بالطاقة الشمسية. fly using power from solar panels، بتطير باستخدام طاقة من الألواح الشمسية. قول لي number 6 يا محمد. we use regular. هو محمد أحمد. we use regular A to take money out of the bank. ATM. بنستخدم الـ ATM العادية. محمد إيهاب هيقول 7 و 8. We should aim our rubbish to save our planet يا حمادة. هنعمل إيه رubbish الكمامة؟ رubbish هنرميها، هنعمل لها إعادة تدوير. اللي هي إيه يا حبيب قلبي؟ Recycle. Recycle. Help old and poor people. بيساعدوا كبار السن والفقراء. charities ولا gangs، glasses ولا rivers. charities اللي هي الجمعيات الخيرية، اللي هي مفردها charity جمعية خيرية. الكلمة الثانية دي يا شباب، حد يعرف معنى gangs؟ جانجز يعني عصابات. اتفضلي يا رغد، قولي 9 و 10. solar panel will be used to meet electric cars، العربيات الكهربائية. meet ازاي؟ يعني احنا هنستخدم الطاقة الشمسية عشان نقابل العربيات الكهربائية، عشان نشغل العربيات الكهربائية. run. يشغل يعني run. احنا خدنا run بمعنى تاني غير يجري. run a school مش معناه يجري مدرسة، معناه يدير المدرسة. run electric cars يعني يشغل العربيات الكهرباء. قولي لي بقى فيسبوك. فيسبوك is the most important for of social media. yes. فيسبوك هو أهم شكل أو صورة من صور السوشيال ميديا. إياد هيقول لي 11 و 12. There are many social media. There are many social media. Plates, platforms, flats, rocks. Flats. بص يا حبيب قلبي، كله ياخد باله من الحتة دي يا شباب لو سمحتوا. social media platforms اللي هي منصات السوشيال ميديا. سوشيال ميديا بلاتفورمز اللي هي انستغرام ويوتيوب وفيسبوك، اسمها بلاتفورمز. قول نمبر 12 بقى. You should keep your password secret. secret. اوكي. ساندي هتقول 13 و 14. اوكي مستر. Our hackers are bad people who work online. hackers المخترقين دول bad people، أشخاص مش كويسين who work online، بيشتغلوا online. is a big problem for people online. cyberbullying. cyberbullying التنمر الإلكتروني. برافو يا ساندي، ممتازة. أحمد هيقول 15 و 16. 15 الأول، قولي a hacker uses computers to get hold of.
private information اللي هي المعلومات الخاصة. قول لي بقى number one. To A is to show that something is true. To علشان تبين ان الشيء ده صحيح. تسلك. يبقى انت بتثبت. يعني remove. Prove. يعني يثبت او يبرهن ال definition بتاعها. To show that something is true. ان انت تبين ان الحاجة دي صحيحة. يبقى انت كده بروف بتثبت. اتفضل يا عمرو هتقول 2 3. Okay, means to turn water into ice, freeze. برافو عليك. Freeze يجمد يبقى هيحول المية لتلج. Your A is what you want to achieve. Happy. Achieve يعني ايه؟ يحقق او ينجز. بيقول لك حاجة انت عايز تحققها. Your aim. Your aim. Your aim او your goal. هدفك. Achieve. بتيجي مع dream. يحقق حلمه. Achieve his aim. يحقق هدفه. Achieve his goal. يحقق هدفه. شكرا يا عمر. قول يا عمر 4 و 5. Efficiently means quickly and with good results. Efficiently بكفاءة معناها quickly بسرعة and with good results وبنتائج جيدة. Is a small electronic machine. Device. الجهاز هو آلة إلكترونية صغيرة. برافو. قولي يا نادين 6 و 7. Press this A to start the machine. Button. برافو عليكي. Press this button. اضغط على الزرار ده عشان تشغل الآلة. A game A is used for console. Playing computer games. And console. Game console. برافو عليكي. ايوه يا نادين كده. هي دي الحلويات الحلوة بقى. حذيفة 8 و 9 يا حذيفة. Okay, Mr. You can buy this product. There are a lot of positive review about it. Positive. برافو عليكي. أول حاجة you can buy this product. يعني ممكن تشتري هذا المنتج. There are a lot of positive reviews المفروض about it. في تقييمات إيجابية لي كتير. Someone who does something slowly and carefully is cautious. Cautious. برافو عليكي يا حذيفة. Cautious يعني حذر، يعني بيعمل الحاجة slowly ببطء و carefully بعناية وحرص. عبد الله هيقول 10 و 11. This plan costs a lot of money. It's very this plan costs a lot of money. Expensive. Expensive. Costs a lot of money يعني بتتكلف فلوس كتير. It's something of which there are only a few. شيء ما فيش منه غير أفيو يعني عدد قليل. Limited. وقول لك ممكن تيجي limited edition. Limited يعني محدود يعني ما فيش منه غير عدد قليل. مين اللي ما قالش في الإجابتين يا شباب اللي بيجاوب 2 2؟ أنا يا مستر ما قلتش. اتفضل يا رقاي. أوكي. He's good at solving problems. He is talented. هو موهوب. هو جيد في حل المشكلات. He is talented. موهوب. They won the competition. They are winners. Winners. هم الفائزين. كلمة losers يعني خاسرين. وspectators يعني مشاهدين. Cooks. طبعا عارفين a cook يعني طباخ. نادين. The students won mini A for their inventions. Prizes. فازوا بجوائز كتيرة. وممكن يا شباب نلاقي كلمة award. Award برضو يعني مكافأة أو جائزة. والجمع awards. قول يا نادين
You need A to have this job. انت محتاج ايه عشان تحصل على الوظيفة دي؟ Skills. Skills، مهارات. برافو محمد إيهاب. I هنا number one. A left. Turns يا محمد إيهاب ولا turned ولا turn ولا turning؟ الأمر بيبقى مصدر. turn left. قول يا رغد. رغد تبقى don't don't عشان ما نمشي. قول اللي بعديها. don't don't take photography here. don't take photographs here. لا تلتقط صور هنا. عمرو. Forget to connect your headphones. Don't forget. Don't forget to connect your headphones. ما تنساش توصل السماعات بتاعتك. This icon. Tap. Tap this icon. يعني المس أو اضغط على الايكون دي بصباعك. ساندي. On your laptop. Tap. Switch. Switch on your laptop. شغل اللابتوب. Point to the camera and take. Take. المصدر دايما هو الأمر. أحمد. An app on your phone. Install. Install an app on your phone. يعني سطب الابليكيشن دي على تليفونك او ثبتها. قولي اللي بعديها احمد. The money in here. اوكي. الكلمة التانية دي بس فيها غلطة ناسيين فيها الاس. هي inserts ولا insert, inserted, inserting. Insert. Insert the money. ادخل الفلوس هنا. رقية. don't come. don't come late again. okay. بقي بقي حاجات بسيطة يا شباب، وانا بعت لكم ملف للمحادثة. تمام، ده اللي مطلوب منكم حله يا شباب، وانا برضو اراجعه معاكم المرة الجاية ان شاء الله، وبعدين نبدأ يونت 5. نعم محادثة. مستر نرفض. نعم يا حبيبي. ممكن اسمع حضرتك؟ نعم مستر، ممكن اسأل حضرتك سؤال؟ طبعا. في سؤال هو correct. The house door is made of ده ايه؟ ذا نقط بين قوسين هاوس دور. السؤال ده جالنا في الامتحان يا مستر. هاوس دور. طب بصي ممكن تبعتيها على الجروب بس عشان اشوفه مكتوب اسهل. يا مستر. مستر حضرتك سامعني؟ انا بقول لك ابعتيه على الجروب عشان اشوفه بس. تمام حاضر هبعته دلوقتي. في ملف محادثه انا بعته لكم يا شباب، هو ده الهوم ورك بتاعكم، وانا هراجع معاكم المره الجايه ان شاء الله، ونبدا يونت 5. مستر. نعم. السؤال اللي هي بتقول عليه ده جالنا في امتحان الشهر. طيب يا حبيبي حاضر هشوفه على الجروب واحله لكم. يعني الاجابه هتبقى هاوس دور. طيب ماشي، انا هشوف بس الاول السؤال انا ما اعرفش هو ايه. ثانك يو اند جود باي. جود باي.